من شتى دول العالم وولايات الوطن، سياح أفرادا كانوا أو جماعات اختاروا غردايا وجهة لاكتشاف عمرانها، أسواقها الشعبية وعاداتها المتميزة. Hi, I'm Nick from England and I'm in أنا سائح من إنجلترا، لحقت للتو إلى مدينة غردايا وأنا أشاهد مدينة جميلة. أطلب من الجميع زيارتها وتذوق مأكولاتها. أنا سعيدة جدا بتواجدي هنا، أحببت هندستها المعمارية. الناس هنا مضيافين. العديد من السياح الأجانب فضلوا العودة إلى الجزائر لاكتشاف صحرائها بعد أن زاروا الولاية الساحلية في مناسبات سابقة، حيث أعربوا عن إعجابهم بالتنوع الثقافي والمناخي للبلد. جئت هنا لزيارة الواحات الجميلة. أنا هنا منذ يومين، زرت بني يزكن وأسواق غردايا. من لم يرى الجزائر لم يرى شيئا. الجزائر بلد جميل تجد فيه كرم الضيافة. انطباعات جيدة. التوريست هادو السياحي يحبوا غردايا، يعرفوا عليها بزاف من الخارج، يجوا يزوروا الجزائر خصنا نعطينا غردايا. على هذه نحاولوا نديروا الماكسيموم باش نستقبلوهم ونضيفوا بهم ويكون عندهم تجربة جيدة هنا في غردايا. إضافة إلى القصور التقليدية والأسواق الشعبية، تعتبر مدينة الحمامة المعدنية زلفانة والمركبات السياحية بمنطقة سبسب مزارات مفضلة لزوار غردايا، خاصة مع الاستثمارات الفندقية الجديدة والتي تتكفل بالأعداد الكبيرة للسياح.